السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، في فيديو عن الحلقة 21 من مسلسل طائر رفرف. في مفاجأة كبيرة جدا، ففي الحلقة 21 من مسلسل طائر رفرف فخالص أغا سيخبر الجميع أن سايران هي السيدة التي تليق بالقصر لخلافة زوجته التي توفيت، وهذا سيصدم الكل وأولهم إيفيكات والتي عملت لسنوات طويلة لتكسب ثقته، لكنها فشلت بعد قدوم سايران، خاصة وأن الأخيرة لم تكذب عليه وكانت دوما صريحة. فريد سيكون فخور بسايران للغاية، وهذا ما ظهر في الإعلان. إضافة على كل هذا، سنرى عودة خالص أغا للشركة من جديد، وهذه المرة يبدو أنه سيتولى إدارتها مجددا، وسيبدأ فريد بالعمل هناك، وهذا لم يعجب الأغلبية بما فيهم أورهان وفؤاد. وحسب ما رأينا سيبدأ صراع من نوع آخر بين الأخوين من أجل منصب رئاسة الشركة مستقبلا، رغم أن فريد لا يولي أهمية كبيرة للأمر. ولعل سايران أيضا ستنضم للعمل في الشركة، خاصة مع براعاتها التي أظهرتها في تصميم الخاتم مع فريد. نصل للنهاية أعزائي المشاهدين، لا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والمزيد دوما. سلام.